مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، واهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من حديث الاقتصاد. الطاقه في اليمن مشكله كبيره جدا وملازمه لليمنيين منذ بدء استخدام الطاقه الكهربائيه، عجز حاد تعانيه مؤسسه الكهرباء، فقدراتها لا تتجاوز 1000 ميجا في احسن الاحوال، 40% منها من قيمه الاستهلاك المنزلي تذهب للسخانات. وباستثناء محطة مأرب الغازية فإن بقية محافظات الجمهورية ما تزال تعمل بالديزل، مرتفعة التكلفة تقول تقديرات بأنها تتجاوز المليار دولار سنويا. ومع اشتداد الأزمة السياسية والاقتصادية في اليمن فإن محطة مأرب تتعرض لسلسلة ضربات واعتداءات تخرجها غالبا عن الخدمة وتكلف أموالا باهظة. في بلدان العالم المتقدم لجأت الحكومات إلى استخدام المصادر الطبيعية للبديلة للطاقة، خصوصا الطاقة الشمسية والرياح. في اليمن حيث البرد القارس في الشتاء يضرب مناطق واسعة منه، يقف اليمنيون بلا دفء في مواجهته، خاصة إذا اعتمدوا السخانات الكهربائية. مؤخرا كان هناك مشروع للجي آي زد لتشجيع تبني السخانات بالطاقة الشمسية في اليمن، وهناك مصانع ومؤسسات تجارية بدأت بالفعل في صنع وتجارة هذه الطاقة التي يمكن أن توفر لليمنيين الدفء وللحكومة مبالغ كبيرة. لكن هذه السخانات ما تزال تواجه عوائق كبيرة وليست مدرجة ضمن خطط وزارة الطاقة فعليا حتى الآن. مشاهدينا الكرام، تشجيع الطاقة الشمسية هو موضوعنا لهذا اليوم، وخصوصا موضوع السخانات الكهربائية. ويسرنا أن نستضيف هنا في الاستوديو الأستاذ توفيق الذبحاني مستشار الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، والأستاذ علي عبد اللطيف مدير عام الصناعات الصغيرة والمتوسطة بوزارة الصناعة. اهلا وسهلا بكما. اذا في خضم السياسه والاحداث التي تشهدها اليمن نناقش موضوع ربما يطل بالنور على المواطن، وتقرير خاص عن الطاقه الشمسيه والسخانه الشمسيه في اليمن. مشاهدينا الكرام، نذهب الى تقرير ثم نعود. قد تكون السخانات الشمسيه هي الحل الممكن لمواجهه برد صنعاء القارس، خاصة مع انقطاع الكهرباء المستمر وارتفاع كلفة السخانات الكهربائية وفواتيرها الباهظة على مواطنين مشغولين بالبحث عن لقمة العيش. تقديرات وزارة الكهرباء تقول إن أكثر من 40% من الاستهلاك المنزلي للكهرباء يذهب لحساب السخانات الكهربائية، وهو ما يشكل عبئا حقيقيا على مواطني الدخل المحدود ويقلل من إيرادات المؤسسة العامة للكهرباء. وكانت الوكالة الألمانية للتعاون الدولي جي آي زد قد دشنت في أكتوبر الماضي مشروع تطوير القطاع الخاص لتشجيع صناعة السخانات الشمسية، مشيرة إلى أن صناعة وانتشار السخانات الشمسية قد يوفر أكثر من مليار دولار من الموازنة العامة للدولة تذهب كدعم لموارد الطاقة. وكانت يمن شباب ضمن وفد يمني برئاسة وزيري الكهرباء والتجارة في اليمن قاموا بزيارة إلى تونس للتعرف على التجربة التونسية في مجال السخانات الشمسية للمنازل. وتسعى الحكومة اليمنية إلى إنجاز مصفوفة القوانين والإجراءات التي تسهل صناعة وتجارة واستخدام السخانات المنزلية. وشدد وزير الكهرباء على ضرورة تكليف فريق فني متخصص يتولى الإعداد والتحضير للمواصفات والمقاييس لاستخدام السخانات الشمسية. في اليمن تقوم العديد من المؤسسات وعلى رأسها مؤسسة اليتيم التنموية بصناعة السخانات المنزلية التي تعمل بالطاقة الشمسية. المشروع الذي بدأته المؤسسة قبل 5 سنوات ينتج سخانات بمقاييس عالمية، وتعمل السخانات الشمسية على امتصاص حرارة الشمس المباشرة وغير المباشرة من خلال الأنابيب المطلية في السخان باللون الأسود، وتنتقل إلى الماء لامتصاصها بما يساعد على تسخين الماء وإبقائها ساخنة أطول مدة ممكنة. ويمكن استخدام السخانة الشمسية في المؤسسات العامة والمصانع والمستشفيات والفنادق والمنازل، غير أن شريحة الأفقر من اليمنيين لن تتمكن من استخدام السخانة الشمسية وستظل ضحية للبرد ما لم تقدم الحكومة اليمنية بإنجاز منظومة متكاملة للطاقة تراعي قدراتهم المالية المحدودة. مرحبا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. ضيفينا هنا الأستاذ توفيق، يعني الآن موضوع السخانات الشمسية موضوع هل هو مهم الآن بالنسبة للمواطن اليمني؟ طبعا، أولا شكرا جزيلا على هذه الاستضافة، وأعتقد أنه كما أشرتم أنتم في زيارتنا لتونس أنه أن قناة يمن شباب ستكون لها ستكون الذراع التي يعتمد عليه في سبيل نشر استخدامات الطاقة المتجددة بشكل عام، ولكن السخانات الشمسية بشكل خاص.
فطبعا هي مهمة جدا بالنسبة لليمن، ليس في الوقت الحالي فقط، كانت مهمة في الماضي وفي الحاضر وستكون أهم في المستقبل نظرا لمشاكل كثيرة جدا. أولا أنه كما أشار في التقرير طبعا أنه في كثير من يعني إذا نظرنا إلى الفاتورة الكهربائية المواطنين لا ينظروا إلى أشياء يعني الفنية العالية، ولكن إذا قارنا عملية استخدام تسخين المياه في المنازل أو في أي مكان، في الفنادق، في المنازل، في المنتجعات، إذا نظرنا إلى فاتورة الكهرباء سنجد أن ما يعني ما لا يقل على 40% من تكاليف فاتورة الكهرباء هي أصلاً بسبب تسخين المياه. وهذا طبعا يعني رقم كبير هذا جدا طبعا يعني للمواطن. لو بلغه الارقام للمواطن العادي فنقول مثلا اذا كان فاتوره الكهرباء عنده تقريبا 6000 ريال ف 100% بيكون موفر اقل شيء 2500 ريال منها اذا استخدم السخانه الشمسيه بدلا عن السخانه الكهربائيه. وطبعا اذا عملنا مقارنه طويله جدا، المقارنات ممكن تعملها باكثر من بعد. والسخانه عندنا تشتغل عمال على بطال 24 ساعه وهي شغاله، يعني هذا على افتراض انه معك انت سخان واحد في البيت. طبعا كثير من المنازل لديها كثير من سخان، طبعا قد تصل نسبه التوفير في الكهرباء وفي فاتوره الكهرباء الى 60%، اذا كان عندك اربع او خمس سخانات في البيت تصل 60 الى 70% ممكن تكون. فالسخان الكهربائي طبعا له السخان الكهربائي له كان المستخدم هو عادة في المنازل في اليمن بشكل عام، وإذا استبدلناه بالسخان الشمسي وعملنا مقارنة بسيطة جدا سنجد أن أولا أنه أن السخان الشمسي أولا بدون مقابل بعد طبعا ما تشتريه، نحن نفترض أنه اشتريت السخان الشمسي واشتريت السخان الكهربائي وتقارن بينهم الاثنين، فالسخان الشمسي ليس عليه أي فاتورة، يعني هي شمس مولع من الشمس. ايوه يعني مولع من الشمس. ثانيا لها ضمان 15 الى 25 سنه. نعم. بينما السخان الكهربائي طبعا طالما موجوده كهرباء بيكون في تسخين مياه، اذا ما فيش طبعا ما فيش تسخين مياه خالص. الشيء الثاني انه ضمانته او عمره الافتراضي ما يتعداش العشر سنوات في احسن الاحوال، احسن الانواع. فطبعا هو السخان الشمسي ممكن تستخدمه لانه ياخذ كميه كبيره من المياه. ممكن انت تسخن كميات كبيره ما يكفي لي يعني لمسبح صغير تقدر تقول، طبعا حسب حجم السخان الشمسيه والنظام الذي تشتريه. فتستخدمه ممكن للتدفئه عبر انظمه للمنازل وللفنادق ولغيرها، لكن السخان الكهربائي محدود الاستخدام، هو فقط لتسخين المياه بكميات محدوده الى المنزل وانتهى الموضوع. يعني السخان الشمسي طبعا يعني نظيف للبيئه، يعني والسخان الكهربائي طبعا يلوث البيئه، بمعنى استهلاكه للكهرباء التي معتمدة على الديزل. ففي إحصائيات تقول إنه تقريبا حوالي 100 هنا في إحصائيات معنا تقريبا 100,000 سخان شمسي، تمام، بسعة 100 لتر فقط توفر ما يساوي في الشهر الواحد 1 ميجا للكهرباء. طيب سأتي إلى بقية المواصفات والمميزات طيب. للسخان الشمسي، لكن هذا بالنسبة للمواطن أهميته أنه يوفر عليه المال ويوفر عليه يعني صحة البيئة وغيرها. ماذا عن الدولة؟ ما أهمية هذا المشروع بالنسبة للحكومة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انطلاقا من الرؤية الاقتصادية للحكومة في تشخيص المشكلات المزمنة للطاقة ورؤيتها في تقليل نسبة الوقود الأحفوري، وأيضا في تقليل الموازنة العامة للدولة التي تكبدها الدولة وإيجاد فرص عمل، وايضا من الحفاظ على البيئه والتخفيف من حده الفقر، اتت رؤيه وزاره الصناعه والتجاره والحكومه بشكل عام في تبني مشروع نشر استخدام تكنولوجيا الطاقه الشمسيه اللي هو بصدر بقرار مجلس الوزراء 276 لسنه 2019. انت عضو في هذا المشروع؟ انا عضو في اللجنه التنفيذيه والترويجيه في المشروع، وايضا مشاركه الجهات الاخرى ذات العلاقه اللي هي الكهرباء والماليه على سبيل المثال المواصفات والمقاييس ووزارة البيئة والتدريب المهني وكثير من الجهات، والباب مفتوح طبعا لكل حتى الجامعة ومشاركة في لجنة التسيير الذي صدر به قرار بموجب القرار مجلس الوزراء. متى بدأ هذا المشروع؟ بسنة 2013، بنهاية 2013 طبعا. تقوم الآن حاليا وزارة الصناعة بإعداد البيئة التشريعية لهذا المشروع، وايضا العمل على اصدار قرار مجلس الوزراء بشان ايجاد نظام تمويلي، لانه مهم جدا للمواطن انه يكون في نظام تمويلي يستطيع ياخذ من خلاله قرض بفوائد ميسره، يعني لفتره سماح 5 سنوات والى اخره.
ايضا طيب حتى ايجاد البيئه التشريعيه يحتاج الى وقت يعني، ولا ربما الجائزة متقدمه قليلا عن اداء الحكومه؟ الان احنا نمشي بخطوط متوازيه، الجائزة ايضا عضو في لجنه التسيير في المشروع، ونمشي في خطوط متوازيه. طبعا الحكومه مركزه على الطاقه الشمسيه بشكل عام للقطاع الزراعيه والصناعيه والقطاع ايضا السياحي، ومن ضمنها اللي هو السخان الشمسي، فنعمل بشكل متوازي مع الجهات. على سبيل المثال المواصفات المقاييس الان تعيد المواصفات القياسيه للسخان الشمسي، نعيدها الان على اساس يكون في مواصفه ويكون في رقابه فيما بعد على لما بعد البيع. نعمل على تاهيل شركات اللي هي المزودين لهذه الخدمه، شركات اللي هي تورد السخان الشمسي، ايضا ايجاد شركات التي تقوم بالتركيب، لانه مش اي واحد يمكن يركب في البدايه، يمكن يكون في صعوبات، لكن ضروري يكون في هناك فنيين الذي يقوم بعمليه التركيب. دورنا هو يكمن في عمليه الترويج والاعلام لهذا المشروع في كل المجالات، في عمل مشاريع تجريبيه في المحافظات. طبعا يعني يفترض انه في هذه الاوضاع التي تمر بها الحكومه ووزاره الكهرباء والطاقه وضرب انابيب النفط وابراج الكهرباء، يفترض انه هناك ترويج بشكل عام للموجود الذي في الساحه، على الاقل يعني يتنبه له المواطن يحصل على الموارد الطبيعيه. حاليا في ترويج عن طريق ورش العمل مثلا، احنا الان نفذنا لحد الان 3 ورش عمل هنا في صنعاء، والشهر القادم في عندنا ورشه عمل في محافظه تعز، على اساس انه المرحله التجريبيه تنفذ في امانه العاصمه ومحافظه تعز، لانه في هنا مناطق مرتفعه مثلا في عدن بيكون عندهم بالنسبه للسخان الشمسي الاحتياج قليل، او في الحديده، لكن في المناطق المرتفعه يحتاجوا سخان شمسي. اعتقد انه وزاره الصناعه هي يعني الافضل ان تبدا بهذا المشروع، لانه يخصها بالذات في ايجاد سوق عمل ومساحه للناس. هي بدات، ودورها الان ايجاد طلب السوق، ودورها يكمن في عمليه الترويج بشكل واسع. طيب اذا استاذ توفيق، نعود الى اهميه هذا المشروع بالنسبه للجي اي زد، وايضا يعني ما الذي يعنيه انكم تشتغلوا في هذا المشروع وتعطوه مساحه ووقت من اعمالكم؟ هو يعني السؤال هو لا يكون انه ان احنا اهميته للجي اي زد، الجي اي زد هي ماذا يعني انها تبنت هذا المشروع؟ ايوه، هي اهميته لليمن، اكيد هو لليمن، لكن التفاتتكم هذه أيوة للمشروع. ايوه، هي فكره المشروع بدات في نهايه 2013 بالتوازي مع وزاره الكهرباء، تقريبا بالتوازي، ولو ان التنسيق جاء متاخرا لاحقا طبعا، ولكن الان يمشي بالتوازي. لكن الفكره هي بدات في عمليه انه في إطار التعاون اليمني الألماني أو الألماني اليمني إذا حبيت، هو يعني دعم الدولة أو المجتمع اليمني في إيجاد فرص عمل للشباب بالذات بعد الأحداث من 2011 حتى الآن، من خلال الاحتياجات الرئيسية. فكان الفكرة إنه ما هو القطاع أو المجال الذي يمكن إنه يخدم اليمن وفي نفس الوقت يوفر فرص عمل. فجاءت الفكرة إنه نقدم مقترح. نحن في الجي اي زد قدمنا مقترح إلى الحكومة الألمانية في آنذاك طبعا، وكانت الحكومة طبعا شبه معدومة في فترة 2013، يعني الأمور السياسية كانت في ملخبطة. فكان في تنسيق معنا مع منظمة أوبك في فيينا، فقدمنا مقترح بتبني نشر السخانات الشمسية في اليمن لأسباب التالية. أولا إنها ستخدم اليمن لأنها طبعا تعتقد إلى الطاقة، مصادر الطاقة تشبه معدومة وانقطاعات متكررة. ثانيا أنها ستخلق فرص عمل وقطاع جديد، وهذا الكلام القطاع الجديد يعني أنه كثير من الأعمال ستكون طبعا كثير من الشباب سيكون لهم فرصة، من الفنيين والمركبين والورش سيكون في قطاع جديد للعمل في هذا المجال. فوافقت طبعا منظمة أوبك على هذا المقترح، وافقت الحكومة الألمانية، وتم تمويل المشروع وبدأنا طبعا فيه من اول تقريبا 2014. يعني لو اتينا الى العمل الان، ربما الوفود ارسلتمها الى تونس تحديدا، يعني فيهم تجار وفيهم صناع قرار وفيهم صحيح. سياسيين وفيهم كذا، يعني متى سينتقل الموضوع الى المواطن مباشره مثلا؟ هل هناك ترويج؟ هل هناك المواطن الان منتظر مننا نقول له ما هو اهميه اقحام السخان الشمسي اليوم في ضمن هذه الاحوال السياسيه؟ صحيح صحيح. المشكلة طبعا المواطن لن يلمس طبعا الأشياء هذه بيوم وليلة، هذه واحدة. أولا نحن نعمل من خلال شركاء لنا في اليمن، شركاء الصناعة إحداها، والقطاع الخاص ممثلة في طبعا الغرف التجارية، خاصة الغرف التجارية في صنعاء وتعز، وطبعا الاتحاد العام للغرف التجارية، والقطاع الخاص من تجار. فطبعا كانت أول خطوة في تنفيذ البرنامج هذا والمشروع
كان في شهر 4 تقريبا او شهر 3 2014، فقمنا طبعا بدراسه للسوق على اساس ما هو الاحتياجات لايجاد سوق لهذا القطاع. اولا لأن السوق مش موجود، او كانت موجوده مبادرات من قطاع خاص من افراد منذ التسعينيات ولهم الشكر طبعا على هذا، لكن كانت محدوده جدا. فالان احنا نتكلم على مثلا في 3 دول زي مصر والاردن وتونس، 3 دول فيها اكثر من 1,000,000 سخان شمسي مركب، واليمن لم يتعدى 1,000. يعني هذا في احسن الاحوال، يعني انا اعتقد انه ما يتعدى 1,000. لو تطرقنا الى تجارب هؤلاء الذين 1,000، يعني هل لديكم فكره عن بعضهم؟ عندنا طبعا عندنا بعض عندهم خبرات طبعا سلبيه بعضهم، لانه في سخانات كانت تستورد بعشوائيه، فكان كل واحد يركب اي سخان والصيانه مش معروفه، ولو انه الصيانه محدوده جدا طبعا بالسخانات الشمسيه، ما هي ما تحتاج شيء يمكن تستغل فيها 20 سنه بدون اي مشاكل بعد ما تركب. هل لديك في بيتك سخان شمسي يا استاذ؟ انا بصراحه لانه بيتي ايجار. يعني الان المستاجرين كلهم بيفكروا زيك. لا لا، صاحب البيت المفروض اللي يركب مش انا. صاحب البيت. طيب على كل هذه مش مشكله. الاساس هو انه الان احنا قمنا طبعا باخذ بعض المعوقات والمشاكل التي ستواجهنا في المستقبل. طيب سناتي للمعوقات. طيب لا بس انا قصدي انه اللي عملناه الى الان، احنا بعثنا طبعا ب6 أو 7 مجموعات الى تونس، مجموعات من فنيين ومركبين واصحاب قرار، واخر طبعا اخر مجموعه هي التي طبعا اشرتم اليها في التقرير في بدايه هذا البرنامج، هو كان نائب رئيس الوزراء وزير الكهرباء هذاك، وهو نفسه الوزير وهو مشجع جدا للفكره، وكانت موجوده وزير الصناعه كان فيها، وكان وكيل وزير الماليه، وكان وكيل وزير الزراعه، كانوا كلهم مع بعض، والمياه والبيئه وغيرها، كانوا على اساس هذا متخذين القرار والسياسات على اساس انهم يكونوا من الناس الذين يدفعون في هذا الاتجاه مستقبلا. قبلها كان في 4 مجموعات مختلفه، تجار وطبعا فنيين من معاهد مهنيه وتجار من قطاع خاص على اساس ينظروا الى هذه التجربه، فقامت الوكاله طيب بتمويل هذه الرحلات الى حدد تقريبا 100 شخص. دعني بس انقل للاستاذ توفيق وساعود اليك في مساله المعوقات. استاذ علي عبد اللطيف، يعني عن ماذا تمخضت تلك الزيارات؟ يعني ممكن تطلعنا اين وصل هذا المشروع من خلال هذا الذي قامت به الجي اي زد، وانتم اين وصل وزير الكهرباء؟ ما هي الخطوات التي اتخذها وزاره الصناعه؟ ما هي الخطوات التي اتخذتها؟ طبعا احنا كجانب حكومي تطرقنا للعديد من المانحين، من ضمنهم اللي هو الجي اي زد، في هناك وعود من الاتحاد الاوروبي، في وعود من اليو ان دي بي في مشروع قادم الان ب 8 مليون يورو تقريبا، لكن المشروع اللي هو قدمه المساعده من الجي اي زد أثر دفع الكثير الذي سافروا على سبيل المثال، من ضمنهم وفد الوزراء، انه عندما كان عمل يعني كبير ومهم جدا، لانه طبعاً الذي سيعود سيتبنى المشروع الطبيعي. يعني تعرفنا على التجربه التونسيه بشكل عام، على المواصفات، على كيفيه العمل، على التشريعات، على من كل النواحي. شاهدتم سخانات كهربائيه في تونس؟ سخانات طاقه شمسيه شاهدناها بكل مكان طبعا موجوده، مش كهربائيه، لا شمسيه. وعندما عدوا لهنا الان في حماس كبير، اجتمعوا الوزيرين قبل 3 أسابيع، وزير اللي هو وزير الصناعة ووزير الكهرباء في اجتماع في وزارة الصناعة والتجارة، واتفقوا على تبني إخراج المشروع بطريقة صحيحة، إنجاز المواصفات والمقاييس على أساس إعفاء ضريبي وإعفاء جمركي، والآن في لجنة تسيير تعمل على هذا بالتعاون والتنسيق ما بين الكهرباء والزراعة والجهات ذات العلاقة. نعم. والمشروع اعتقد انه يعني مفيد جدا، وبينشر بطريقه واسعه اذا تم له الترويج. طيب للاسف هناك ما فيش اي الصعوبات التي نلاقيها، ما فيش اي اعتماد من قبل وزاره الماليه ومن قبل الحكومه، كل اعتمادنا على المانحين الذي نطرق ابوابهم ونقدم لهم المشروع اللي هذا الدعم، وبالامكانيات المتاحه احنا نشتغل. لذلك تقول لي ليش ما فيش ترويج واسع؟ طبعا العمليه الترويجيه تحتاج مبالغ كبيره جدا يعني في مع الحكومه وسائل اعلام، في معها يعني بقدر ما هو متاح من خلال البرامج استاذ، من خلال القنوات، يعني نحن كيمن شباب وغيرنا من القنوات ممكن نتبنى مشروع مثل هذا يخدم المواطن ونروج له ونشتغل في برامجنا، هذا مشروع مهم للمواطن. لكن ما نسعى له، انقلك فقط الى المبادرات الفرديه، يعني الاعداد، الاخوه في الاعداد يعني انتقلوا الى مصنع من المصانع لمؤسسة اليتيم مثلا، وماشيين وشغالين في هذا الموضوع. ايضا في شركات ومحلات تجاريه تبيع سخانات شمسيه. في المره السابقه ونحن نناقش مشروع الطاقه الشمسيه والالواح، جبنا لوح وبدانا نشرح للناس، لانه سخان شمسي لا نستطيع ان ناتي به الى هنا في الاستوديو. احنا بالورش نجيب نظام متكامل، واهم من هذا كله ان احنا نعمل على اعداد الشركات اللي تورد.
نعم ومركزين على الجوده وعلى الخدمه فيما بعد البيع، على الصيانه ان تكون خمس سنوات. ممكن نستغل وجودك اللي تروج يعني اعتبرنا في ورشه، اشرح للمواطن الان في يعني عجاله ما اهميه السخان الشمسي، يعني ما الذي، لانه الان يسمع عن اسم ما هو داري ايش سخان شمسي. السخان الشمسي بشكل عام هو عباره عن يقوم بتحويل الطاقه الشمسيه الى طاقه حراريه، يعني يحطه في السطح عن طريق في باللغه بالبلدي، تحطه على بانحراف 30 درجه مئويه الى 40 درجه مئويه حسب الشمس، وتهتم طبعا بصيانته وتنظيفه كل 3 أيام ضروري تنظيف اللوح الزجاجي، لانه عندما تسقط اشعه الشمس تدخل الشعاع الى اللوح الاسود يسمى اللي هو الماس للحراره، يقوم بتحويل الحراره الى اشعه تحت الحمراء. يعني بالنسبه لي بالنسبه انا لست مصنع، انا مواطن اريد لي احطه الشمس يعني تشتغل من الصباح حتى المغرب، ماذا احتاج بعد ذلك؟ يعني 8 ساعات تقريبا شمس، فتقوم على طول مجرد ما يسخن هذا اللوح اللي هو الماس اللي اشعه الشمس تقوم الحراره تسخن فيرتفع في زيت في انابيب يعني نحاسيه، يرتفع الحراره فيرتفع الماء بواسطه الانابيب الى داخل الخزان، والخزان طبعا محاط بطبقات عازله يبقي ساخن طول اليوم، الخزان قد يكون 200 لتر قد يكون اكثر من كذا يكفي حسب الاشخاص اللي هم في البيت طبعا. طيب ما هي ما هي اهم عوائق صناعه وانتشار السخانات الكهربائيه استاذ توفيق؟ الشمسيه الشمسيه قصدك؟ الشمسيه طبعا احنا الشمسيه، لانه هو شوف هذه حتى السؤال مكتوب امامي، مكتوب امامي الكهربائيه، يعني هذه ممكن انا اعتبرها هذا معوق، هذا معوقات ثقافيه الثقافيه. طيب شوف هذه يعني من ضمن المعوقات، لانه الناس طبعا في اليمن بالذات معروف انه كل واحد يقلد الاخر اذا كان احيانا بالصح واحيانا بالصح والخطا، بس من المعوقات التي سنركز عليها احنا كمشروع كداعم، يعني احنا كداعم احنا محفز ليس الا، لانه لا نبني مصانع ولا نقدر نوفر يعني سخانات للناس، لكن المعوقات التي سنركز على ازالتها مع الشركاء ونحثهم عليها هي اولا الوعي المجتمعي حول استخدام او النقل او استخدام السخانات الشمسيه كبدائل للسخانات الكهربائيه، يعني تكون بدايه من عمليه انك تفرض جمارك كبيره جدا مثلا على السخانات الكهربائيه المستورده مثلا هذا كمثال، وفي اجراءات كثيره جدا. هذا واحد. الشيء الثاني الوعي المجتمعي، انه هذا طبعا اولا هذا يحافظ على البيئه، الماء النظيف، السعة الكبيره، يعني على العمل على النشر ايوه نشر السعة الكبيره، ما يخافش الواحد من استخدامه، لانه فعلا الناس تخاف من اي شيء جديد. فنحن نحاول الوعي المجتمعي، هذه من العوائق تسهيل وتشجيع الدوله نفسها، الدوله نفسها المفروض تتحمل جزء من هذا الموضوع، لان هي تقول تدفع مليار دولار لدعم ديزل في السنه مثلا، طيب ما توفر بعض الاموال لبعض البنوك تعطي قروض بدون فوائد. الصوره الان التي تعرض هي السخانات الشمسيه، يعني هذه اعتقد البراميل الان جزء، ايوه هذه هذه صوره السخان الشمسي، هو اكثر من مكون، السخان الشمسي معه مكونين وتقريبا هو يسمونه مينتيننس فري، بمعنى انه ما فيهلوش اي داعي للصيانه قبل 5 سنوات، ما في الا تنظيف على سطحي. الثقافه الاستهلاكيه كمان للسخان، يعني مثلا ما يكونش واحد معه سخان ويفرغ السخان الساعه 5 بالمغرب ويشتي بالليل كمان عدو ماء، يعني المفروض انه يكون الساعه 4:30 مثلا في المغرب يوقف استخدام الماء الساخن اللي موجود في السخان حتى يكفي له اليوم الثاني. هذه هي الثقافه اللي هذه من الاشياء المعوقه، يعني ما لا داعي لاستخدامه مثلا طول النهار مثلا، يعني مثلا لا ممكن تستخدمه الى الساعه 4 بدون مشكله، لانه بعد مرور 6 ساعات تقريبا تتصل لدرجه حراره اكثر من السخان الكهربائي احيانا، يعني على سبيل المثال والمزاح ان نقنعهم انه استخدامه من الصباح للمساء مضر. لا احتياج الفرد من 30 الى 60 لتر في اليوم، وهذا سعته كبيره لتر. ممكن طبعا انت تاخذ سعات حسب قدرتك انت. أيوه. طيب جوده الانظمه وحمايه، هذه مشكله كمان، لانه نحن ما نشي يكون في السوق اي نوع من السخانات باي جوده، لا تكون في جوده معينه، لانه بيكون في السوق يعني سوق ناشئ، فتعطي له انت منتجات يعني ما نقدر نقول مثلا من بلد معين علشان ما تحسبش انها دعايه ضدها، لكن في بعض الدول يعني رخيصة جدا تكون التصنيع، لكن الجودة مش موجودة، فهذه مشكلة الدولة إنها تقوم بهذا الموضوع. طبعا ثقافة الاستخدام قلناها، وتوفر توفر الفنيين للتركيب والصيانة فيما بعد التركيب، وهي جهود إن شاء الله مشكورة. أيوة، والتوجه السياسي أهم شيء طبعا. طيب الحكومة أستاذ علي، كيف نجعل هذا الخيار هو خيار المواطن الأول؟ خيار المواطن الأول عندما نقدم له تسهيلات وحوافز، نوفر له نظام تمويلي سهل. مثل ايش يعني؟ على سبيل المثال يعني هي كم تطلع اسعارها مثلا؟ يعني ياخذ قرض يطلع سعره من 700 الى 800 دولار، هذا اقوى حاجه واقوى شيء. اي نتكلم على الجوده.
لانه اذا كان الصخر الشمسي مش قوي ممكن يعمل لك سنتين وينتهي، يعني شيء ل 25 سنه ل 20 سنه انه ما يحتاجش الى صيانه بهذا السعر. طبعا هذا السعر ممكن ياخذه على 5 سنوات بقرض من سواء من مؤسسه تمويليه. الان بديكاك بنك مثلا يجيب على سبيل المثال في صناديق تمويليه زي صندوق تمويل الصناعات المشاريع الصغيره عنده استعداد، ايضا بنك الامل لتمويل الاصغر عنده استعداد ايضا. مول السخانات الشمسيه هل بدات هذه المشاريع بالفعل يعني؟ بدوا يعني عندهم يبدو استعدادهم لمنح قروض للراغبين بس احنا نشتي اليه تمويليه معتمده بقرار مجلس الوزراء تصدر على اساس تكون يعني للمواطن بصفه مستدامه. مش حاجة يعني بنك يغير أو كل المواطنين نشتري يعني. نشتري نضمن حقوق المستهلك نشتري له صيانة 5 سنوات بعد ما هذه كلها طبعا نتطرق لها. أيضا نشتري نركز على الوفر الذي بيكون من إحلال السخان الشمسي مكان السخان الكهربائي. هناك في جمارك تدفع على السخان الكهربائي، المفروض أن هذا الوفر من الجمارك يدفع لصندوق ما على أساس يدفع مثلا 20% وهو يلاقي 20% من فين؟ من هذا الوفر الذي بيكون من الجمارك من اللي هو حق السخان الكهربائي. اذا استاذ في نهايه البرنامج نريد الكلمه الاخيره للاستاذ توفيق. الموضوع موضوع ترويجي بحت وتوعوي للمواطن، لابد يعني يخرج من هذه الحلقه بفائده. والله شوف هو بالنسبه للمواطن، المواطن ما عاد طبعا انا اقول لك وانا كمواطن انا ما عاد اصدقش حاجه كنت اصبحت في اليمن، هذه مشكلتي اولا ومشكله المواطنين كثير. لكن احنا نقول لابد انه الواحد يعني يستخدم عقله في هذا الاجمع، قال انه انا عندي سخان عندي امكانيه ان انا اوفر في فاتوره كهرباء حقي. اولا الدوله بتستفيد، المواطن بيستفيد، تمام، والسوق بيستفيد من حيث القيم المضافه فيما في حاله ما انه انتشرت هذه التجربه في مصانع في ورش في فنيين ويركبين في كذا، زي ما انتشرت حكايه الموبايلات هذه. شوف انت مثلا حكايه الموبايلات شوبس هذه، لانه دكاكين مكبرات كل ثالث دكان في موبايل يشتغلوا ناس. يعني بغض النظر توفير يعني توفير فرص عمل للاخرين. بس كمواطن لو كل واحد يكون مثلا من نوع من الانانيه ينظر لنفسه يقول انا اشتي استفيد. طبعا مستفيد، انت 25 سنه انت بتستفيد او 20 او 15 حتى بدون ما تدفع اي ريال. يعتبر انه في وفر 2000-3000 ريال في كل شهر لكل سخان شمسي، بالاضافه لانه سيكون هناك تمويل يعني فرص تمويليه لهذه المشاريع. وفي طبعا الدوله، هذا الدور الثاني، هذا موضوع ثاني، لكن هو نفسه يختبئ بدون دوله. استاذ علي الكلمه عندك الاخيره في نص دقيقه. والله انا رايي انه يتوفر بشكل عام الاستقرار بشكل عام للبلد، هذا بيوفر كثير من فرص العمل بيئه المستثمرين. بس نريد ان نستفيد من هذا المشروع في ظل عدم الاستقرار، هو هذا الخدمه اصلا. هذا زي ما تكلم الاستاذ توفيق بانه المفروض انه كل مواطن يعرف مصلحته فين في الموضوع. يذهب الى السوق يشوف مورد كويس، يشوف من مركب جيد، يشوف التمويل من فين، اذا هو بيدفع كاش او قرض على مسؤوليتك يعني. طبعا هذه حاجه توفر له 40 الى 60% من فاتوره الكهرباء. شكرا لك استاذ علي، شكرا لكما ضيفي في الاستوديو الاستاذ توفيق الذبحاني مستشار والوكاله الالمانيه للتعاون الدولي، والاستاذ علي عبد اللطيف مدير عام الصناعات الصغيره والمتوسطه بوزاره الصناعه والتجاره. شكرا لكم على استماعكم على حضوركم. وكان يفترض ان تكون معنا الجهه وزاره الكهرباء، لكن لا ادري لماذا لم نستطع ان نتواصل معهم. أشكركم أيضا مشاهدين الكرام أنتم على حسن استماعكم وإصغائكم. في الحلقة القادمة من حديث الاقتصاد سنناقش كيف يستطيع المواطن أن يطنش للدولة وللحكومة ويوفر كهرباء لنفسه عن طريق استخدام الطاقة الشمسية والألواح الشمسية. بعد الفاصل سيكون الجانب السياسي للزميل عبد الله دوبلة وضيوفه هنا في الاستوديو، فكونوا معنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.